تستنظفنا نحن وتخلي القناطريه تخلي عزة لونج. يا هو ناجبو منديل برا شوف ناج كوميسيون كيف كيف الكل قناطري. يا هو كاش تيجار الموازي متطحي واحد على كاردونه يبيع فوكولوم كلاس تنحيه من الشريفات كلهم كلاس الشريفات من الدبوات من المعامل اللي تصنع في تونس. نحن عندنا مليارات باش نمشيو كنترو برا شوف هاو نهج اخرى نهج الملاحه نهج كوميسيون نهج الدباغين برا شوف الريدوات البرا والواحد كلها كنترا هذيك كلها تجي من الترك الكلها مهربه مليارات. فما واحد عنده حانوت مسالم على الدوله يجيب 12 مليار علاش ما تكلموش؟ على خاطر عنده برشا فلوس علاش ما تقولوش دخل الدخل؟ على خاطر عنده برشا فلوس. اليوم انا عندي ثلاثة اشهر بطال وتقول لي استنى حتى نعمل لجنه. شكون هي اللجنه؟ انت منين تعرفها؟ بتجيب لي عباد من الشعب باش يبيعوا ويشروا، تجيب لي معتمدين تبيع وتشري، تجيب لي كتاب من الولايه تعرفوا تشري، منين تعرفها؟ ما انت نصابه. حرابش تصبير، انا نسكتوا فيكم برا هو باش نعطيوكم عيش بالمناء يا كمو. عيش بالمناء يا كمو، هو باش تبات تحلم في الليل باش تستغنى، الصباح تقوم ما تلقى شيء، حتى قهوه ما تلقاش باش تشرب. نمشي انا نتعدى واحده نخطفلها تليفونها ولا نخطفلها شركتها باش نعيش. ما كيكة تلزو فينا انا نجم توا عمري 55 سنه باش نجي نخطف المراه ولا هكا. لا ربي يرضى لا العبد يرضى لا ضميري يرضى. كيفاش باش نعمل؟ كيفاش باش نعيش؟ كيفاش باش نعيش انا المصير هذيا العباد هذيا كل الخلق والمزمر وراه خمسه سته في العائله راه. اقل واحد فينا عنده خمسه وسته في العائله افراد يعيش وراه. معناتها قتلتنا 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 بالحياة. أنا تو ولادي ما عنديش شنو كده، ما أنا خلصت الصباح خلصت متشمال مرتي، ما يجيبولهاش بق وحليب، منين باش نجيبوها هذي؟ غرقت بالديون، غرقت بالسلف، الملاك هبط لي عاد المنافذ باش يخرجني، غدوة تلقاني عامل زورة أنا غدوة يمكن جيت تصور برنامج آخر تلقاني فارش تحت سفارة فرنسا ورقة غاديك. بالحق نحكي معاك، عائلتي عندهم رب. شنو نعمل؟ شنو نعمل؟ ما عندي حتى حل اخر، هذيا كلها اللي شفتها كلها واضحه. نفس المصير. نفس المصير، نفس الكل، اغزر له وجهه كيفاش تصبر. عباد مطيشة، ناس مت بالشر، ناس فقرت، نعرف عباد مشات الحبس، ناس طلقت، ناس دارها تخربت، ناس ما عندهاش، من خرجوا كرايبتها في الشارع، ونهي العباد ثلاثة أشهر راهو، ما صابش يصور، يصور في 20,000 30,000. يا شريعة ما تعبيلكش كفة خضر انت تو في تونس ما تجيبلكش حتى حاجة 30,000 ما تجيبلك حتى شيء 50,000 ما تجيبلك حتى شيء. عباد صارت بطالة عندها تو 3 أشهر قاعدة شنو تعمل؟ شنو اللي تعمل؟ باش نحكيو على ملف التجار الفوضويين، هذا الملف إلى حد الآن ما تحلش باعتبار أنه إلى يومنا هذا لم يتم معناتها احتضانهم في الفضاء اللي كان من المنتظر أنه يفتتح في شهر نوفمبر الماضي. معاذ العلوي عضو المكتب التنفيذي باتحاد عمال تونس مكلف بفضاء التجار المسخلين. كما تعرف منذ الحملة نهار 12 سبتمبر على انتساب الفوضوي التجار المسقلين استجابوا للحمله هذيا على اساس باش يمشوا الفضاء منصف بي اللي يهز 538 بلاصه. وقت بدايه الحمله قالوا 48 ساعه تمشوا الفضاء نتاعكم، من بعد قالوا جمعتين، من بعد قالوا نهار 15 نوفمبر، ومن بعد اعطونا اليوم معناها سهله كهيئه مدير الاسواق اذاعه الموزايك قال ان شاء الله رأس الشهر معناها اربع خمس ايام من نهار 25 في الشهر هذايا. اليوم واحد ما فما حد شيء، العباد مشات المعتمدية مشات الولاية تسأل ما هبطت حتى ليستا تسويف 90 يوم التجار حالتهم الاجتماعية مزرية، دخلوا معناها باعوا تلفزهم باعوا بيت نومهم باعوا صلاتهم، اللي مشى يطلق اللي كل شيء. الناس معناها نحن سيد رئيس الدولة وقت عمل الحملة ذي نحن استجبنا على أساس هو معناها رئيس دولة وهو بونا ما طلش علينا 90 يوم ما شفناش فين وصلنا، حالتنا تعكرت ما فهمنا حد شيء، ليستا ما هبطتش، ما خرجش مسؤول من الدولة معناها تحمل المسؤولية وقال راهو نهار كذا نعطوكم، كل مسؤول يقول إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله ذي وصلت 90 يوم. نحن في النقابة العامة للتجار المسخليون منذ اليوم ما عادش باش نسكتوا، ما أنتم ما عادش معناها ما عادش باش تساعدوا باش نمشوا تو نحن نجتمعوا ونعملوا ونمشوا نخدموا لأرواحنا 90 يوم بطالة نحن. يعني باش تخدموا ترجعوا تخدموا كما كنتوا ودي نحن تو كي نجتمعوا ونقرروا شنو باش نساعدوا، أما هما نحن مادين يدنا للدولة نحبوا نحافظوا على مناخ اجتماعي سليم. لكن كي هما ما يحبوش على مناخ اجتماعي سليم شنو نعملوا نحن؟
فهمتني؟ ما نحن ما زاد متنا بالشر 90 يوم، شنو باش نعملوا؟ شنو باش نعملوا النقابة؟ شنو باش نعملوا كذا؟ اللي سميته أنت تسويف، علاش حسب رأيك؟ هل أنه مرتبط بالعدد الكبير نتاع معناتها المنتصبين الفوضويين، ومعناتها لقاو صعوبة في تحديد العدد اللي يلزم يكون موجود في الفضاء التجاري ولا شنو؟ نحن عندنا عامين ولا ثلاث سنين أعطيناهم ليستة فيها 800 قابلة للتحيين. في اعطيناها البلديه، اعطيناها الولايه، هما تو نظفوا، نحن نظفنا قبلهم. نحن ديما نحبوا على الفضائيات، نحبوا نخدموا في مكان مقنن يحمينا من الشمس ومن المطر ومن الزجبينه في السجن، من اجل نقتل عايش. هما علقوا بلاغ، سيد وزير الداخليه علق بلاغ المنتصبين القدامى يقيدوا في معتمديه باب بحر، قيدوا 4000، عندك استادراد سنتي 4000، وعلاش هما تو حلين تو يفرزوا يعديوا فيها على السين اس اس سينير بي اس وزاره الشؤون الاجتماعيه يفليوا فيها. هما تجار في العاصمه راسمين لهم 200000 تعدي فيها مع سين اس اس ولا على الكرنيات، هما فقراء من عند ربي، وانت تزيد تفقرهم اكثر. اعطينا سوقنا واعطينا فضاء كرتاج نتاعنا، ولا تنمشوا ننصبوا في فضاء كرتاج، فهمتني؟ ما عادش باش نصبوا جمله. نعم، الاولويات كيفاش باش تكون اولويه اختيار معناتها التاجر هذا اللي باش يكون ضمن مباريهم؟ قال لك نعطيو انتم ما تعرفوش حسب ما وصل لما سمعنا عاملين مباريهم يعديو على سين اس اس سينير بي اس وزاره الشؤون الاجتماعيه وكذا، هما نصاب يصبوا في الشارع تعدي فيهم الوحدات، يخدموا هما، يخدموا تحت الدوله، يخدموا هما منتصبين عندهم 40 و50 سنه وفقراء، هما يخدموا فقراء، خلي ما يخدموش، تعدي فيهم التو تعدي فيهم 90 يوم تي ما يمكينا سينا سياسة وخرج، فهمتني؟ ما يمكينا هي ولا هذيك التعلات، لأنهم هما قايدوا 4000 وحلين وما شاركوش نقابة التجار في عملية الفرز، هذاك علاش وحلو ويقول لك باش نخرجوا الليستة باش نغلطوا، فهمتني؟ شنو هي الإضافة اللي ينجم يعملها تشريك نقابة التجار المستقل؟ كان شاركوا نقابة التجار المستقلين رانا في جمعة نخدموا، خاطر نحن نعرفوا النصابة وعملنا لجنة مش تشارك في عملنا لجنة باش تشارك معاهم وتساعدهم وتقول لهم شكون نصاب شكون مش نصاب شكون دخيل، كان شاركونا المرة فاتت شاركونا نحن في ليلة عملنا عملية القرعة في معتمدية باب بحر 2017 من 7 نتاع الليل ل 7 نتاع الصباح حضرنا الليستة وقت كان سي عمر منصور والي في ليلة برك، هما تو 90 يوم ما عملوا حتى شيء، نحن راهو ما عادش باش نصتوا، أنا كلمناهم تو نجتمعوا من هنا نهار الاثنين نهار الثلاث ونقرروا شنو باش نعملوا، وسهل العملية أقل حاجة نجم نعملوها تو نمشوا ننصبوا في السوق اللي يمدوا هنا ولا أي سوق آخر نقطعوا وحدنا من غير ما يمدوا لنا الليستة. نايب الكاتب العام، نحن مشكلتنا كبيرة برشا، نحن نخدموا محتاجين، نحن نصابة، اسمنا على مركب علينا، نحن انتصاب فوضوي، نحن نخدموا محتاجين، خلي بطالة تقضي على الفساد، قضيت على الزوالي ما قضيتش على الفساد، مرينا حتى فساد، الفارينة مسميد في الشتاء مقطوعين، الماء والجازوز في الصيف مقطوعين، معناتها مناسبات. نحن نصابة أو سند الرخص، هاي سند الرخص وقتها صب لهم على مطلب كشك. أنا بالنسبة لي أنا الشخصي مشكلتي مع الدولة هي النقابة، ناش دابا غير الكل نصب، أحوانت هاي كنصبة، الأحوانت اللي عندهم الأحوانت نصبين في الشارع، معناتها تجي واحد تنحي واحد كردونة باش يعيش وتخلي الحانوت اللي عنده مليارات عامل كياس الكل نتاعو، كاري حانوت ولا كاري الكياس هو. كاري حانوت البهارة، شوفوا ناش دابا غير الكل كياس، ناش دابا غير من اول ديالنا من كانت المحكمة الدستورية من عام 93 وقت يفرقوا في سوق المنصبي، هايك السبقة الأولى تشويش في الأسعار اللي هو الانتصاب الفوضى، معناتها شوف أخدم نصاب في الجمهورية في تونس الكل، حتى الكنيسية تعرفني، سفارة فرنسا تعرفني، والي تونس ولي تونس حل عليا في الكتاب للسيناسيس وقت اللي انت عطيني ورقه باش نداوي به، كيفاش تعمل لي في السيناسيس؟ هاي حرابش تصبير، انا نسكتوا فيكم برا باش نعطيوكم، عيش بالمنا يا كمو، عيش بالمنا يا كمو، باش تبات تحلم في الليل باش تستغنى، الصباح تقوم ما تلقى شيء، حتى قهوه ما تلقاش باش تشرب. خلينا نسالوك انت كمنتصب فوضوي منذ معناتها القيام الحمله، نو خلينا نحكوا في الاخر حمله، في الحمله به منذ الحمله اللي معناتها ضد الانتصاب الفوضوي، كيفاش تعيش؟ كيفاش نعيش؟ نعيش بحباب ربي، صدقني نعيش بحباب ربي، نعيش بالعباد اللي تغرفني ونعيش بحباب ربي، فهمني؟ بالسلف غرقت بالديون، ما كان نوريك الاوراق بالوثائق، غرقت بالديون، غرقت بالسلف، الملاك هبط لي عهد المنافذ باش يخرجني، غدوه تلقاني عامل زوره، انا غدوه يمكن جيت تصور برنامج اخر تلقاني فارش تحت في فرنسا وراقد غاديك. بالحق نحكي معاك، عائلتي عندهم رب، شنو نعمل؟
ما عندي حتى حل اخر، هذيا كلها اللي تشوفها كلها واضحه نفس المصير يعني. نفس المصير نفس الكل، اغزر له وجهه كيفاش تصفر. كيما تي نحن في دوله تنظفنا نحن وتخلي القناطريه تخلي عاده لونج، يا هو ناج بومنديل برا شوف ناج كوميسيون كيف كيف الكل قناطري. يا هو كاس التجاره الموازيه متنحي واحد على كاردونه يبيع في كولوم كلاست تنحيه منين يشري فيه كلهم كلاست يشري فيه من الدبوات من المعامل اللي تصنع في تونس. نحن عندنا مليارات باش نمشيو نكنترو برا شوف ها هو نهجه اخرى نهج الملاحه نهج كوميسيون نهج الدباغين برا شوف الريدوات البرا والواحد كلها كونتر هذيك كلها تجي من ترك كلها مهربه مليارات. فما واحد عنده حانوت مسالم مع الدوله يجي 12 مليار علاش ما تكلموش؟ على خاطر عنده برشا فلوس علاش ما تقولوش دخل الدخل؟ على خاطر عنده برشا فلوس تجي النصاب زوالي باش يعيش باش كاردونا نمشي انا نتعدى وحده نخطف لها تليفونها ولا نخطف لها شركتها باش نعيش. ما كيكة تلزو فينا انا النجم توا عمري 55 سنه باش نجي نخطف المراه ولا هكا تي لا ربي يرضى لا العبد يرضى لا ضميري يرضى. كيفاش باش نعمل؟ كيفاش باش نعيش؟ كيفاش باش نعيش انا المصير هذيا العباد هذيا الكل الخلق والمزمر وراه خمسه سته في العائله را. اقل واحد فينا عنده خمسه وسته في العائله افراد يعيش وراه. معناتها قتلتنا 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 بالحياه. انت الانتصاب الفوضي هذايا من اول الدنيا، انا انتصاب فوضي من عام 83 في الانتصاب الفوضوي ونخدموا هنا هذه خدمتنا شرينا ل 70 ولي 70 معتمد 70 واحد وحتى واحد مخذانا راينا وحتى واحد مسمعونا. جات فيها ايامات نقابه تباعت فيها بلايص في الحل في الخربه الناس كون يعرف عليها اللي عندها حوانت وعندها مليارات تباعت وكرات ومشات وجات وناس تغولت وعصابه منظمه فيها اللي يبيعوا في البلايص يبيعوا في الدنيا يبيعوا في كل شيء. هذه اليوم الناس بطلوها انا حولها عندها صغار، انا واحد من الناس عندي ولاد باك وعندي لا يقرا في الليسيات وكرا ما وضو عندي ثلاثة اشهر منين نمشي نجيب نمشي نسرخ نبعث ودي يسرق يخطف نمشي انا نسرق نبعث نمشي نمشي تخدم اعطيني انا مثلا راضينا بالقرارات كلها اعطيتوها والمضيع الكل حكيتوا فيها وانتثلت العباد. اليوم انا عندي ثلاثة اشهر بطال وتقول لي استنى حتى نعملوا لجنه، شكون هي اللجنه؟ انا تو ولادي ما عنديش شنو كلمه، انا خلاص الصباح خليت متشمعه لمرتي ما يجيبولهاش باك وحليب منين باش نجيبوها هذه؟ يقول لك استنى 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 وعندك واحد يعرف ناس كل ملموم وفهمته بالنقاب وعطوه يخلطوه شفتوه عيطوا له حكيتوا معاه ثم ناس يقول لك هذا قديم هذا مش قديم هذا جديد ومن بعد انت اعمل له درس كان هو غلط تصرف معاه. وعندك هنا كاتب من نقابه موزع علوي ولا موزع وين يشوف معاه هو يعرف العباد يعرف ناس شكون قديم وشكون مش قديم يعرف جديد ولا ما يعرفش. ها عندك لازم تسهل لك كل شيء احنا قاعدين بطال علاش؟ نداء للسيد رئيس الجمهوريه انت ايجا تشوف العباد هذوما شنو صاير فيهم والعباد اللي كلفتها اللجنه اللي كلفتها راهي ما تخدم في حد شيء وما هيش مختصه وما عملوا حد شيء ما كنت كلفتهم مش يفضوها للناس ما عملوا حد شيء للناس.